عقد الاجتماع التحضيري لجائزة الأم المثالية للإعاقات الذهنية للسنة الثامنة على التوالي، وينظم مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين تحت رعاية رئيس مجلس إدارة مؤسسة سند الطفل المعاق الكويتية السيدة سبيكة سعد الجاسر حفل التكريم الذي يقام الثلاثاء المقبل بمشاركة عربية ودولية واسعة. احنا اليوم عندنا الاجتماع النهائي التحضيري حق جائزة الأم المثالية التي سوف تقام 21 مارس 3 القادم، وهي عبارة عن مجموعة متطوعين أنشأوا هذه الجائزة. تبارك رحمتنا صار لنا 10 سنوات من 2013 تأسست الجائزة، واحنا اليوم 2023، وراح يتم تكريم أمهات من الكويت ومن الوطن العربي وبعض من دول العالم. طبعا في فعاليات كثيرة راح يكون بجراند حياة 360 إن شاء الله القادم، راح يكون الحفل عبارة عن تجسيد دور الأم على المسرح ومعاناتها لأبنائها من ذوي الإعاقات الذهنية، ويعني راح يكون عندنا وفود راح توصل قبل يوم الحفل بيوم، وراح نوريهم الكويت ومجال الإعاقة اللي عندنا ويوم التكريم، وبعدها بيوم راح يتم مقادرة الوفود بإذن الله. اختيار الأمهات من الكويت نبعث حق المراكز الخيرية معايير إن الأم يكون لديها ابن أو ابنة من ذوي الإعاقات الذهنية، وإنه ما يكون عمر الابن أو الابنة أقل من 10 سنوات، وإنه انقلت طفلها من مرحلة لمرحلة متقدمة. أما من مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي ندز حق السفارات اللي موجودة بدولة الكويت، وهم يخاطبون دولهم ويرشحون لنا أم. جائزة الأم المثالية اليوم لسنتها الثامنة راح تقام في تاريخ 21/3 في فندق جراند حياة، ويعني لنا استعدادات وترتيبات إن شاء الله لهالسنة جدا جميلة. راح يكون عندنا شخصيتين عامة على المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي، وإن شاء الله راح نعلن عنهم في الجائزة. فاليوم احنا تواجدنا اليوم بالاجتماع اليوم اللي قاعد نحضره، الاجتماع التحضيري راح يكون بكيفية استقبال الأمهات من دول الخليج وبعض من دول العرب وبعض من دول العالم، ولنا ترتيبات يعني كبيرة الحمد لله قائمين فيها بهذا العمل التطوعي. وعشان تعرفون ان هذه الجائزة قائمة بكل جهودها وأعمالها بالأعمال التطوعية، اليوم احنا قاعد نعمل من غير أي مقابل بجهود واضحة اللي قاعد نشوف فيها سعادة الأمهات، وقاعد يعكس علينا بدورنا الإيجابي اللي قاعد نقوم فيه، واللي نفتخر بكوننا شباب كويتي بأن نمثل دولة الكويت أحسن تمثيل أمام الخليج ودول العرب والعالم. بدايتي كنت متطوعة بمركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين، من بعدها شفت ان السنين اللي طافت كانوا يحضرون حق جائزة الأم المثالية للإعاقات الذهنية، هي كل سنة يسوونها، وهالسنة تشجعت ان انا اشارك معاهم واكون جزء من هالجائزة.